عدد كبير من الامور المهمه اللي بتهم جمهور النادي الاهلي اللي على الساحه، خاصه النادي الاهلي، وكمان الاخبار بشكل عام في الكره المصريه. لكن يعني عايزين نتكلم النهارده بنبره تفاؤليه شويه. احنا عارفين ان في حزن كبير جدا عند كل الاهلاويه بسبب النتائج الاخيره، سواء خساره بطوله دوري ابطال افريقيا، الخروج من البطوله العربيه، خساره مباراه المقاولين العرب اول امبارح. اكيد في حزن كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي، لكن لازم يكون في تفاؤل، لان ان شاء الله اللي قادم افضل. هي مرحله بيمر بيها الفريق، مرحله ممكن تكون صعبه جدا وتحصل لاي فريق كبير على مستوى العالم. هي صعبه بالتحديد على جمهور النادي الاهلي عشان مش متعود على كده، مش متعود ان الفريق يخسر مباراه تلو الاخرى، يخسر بطولات ورا بعض، مش ده المعتاد من قبل النادي الاهلي. لكن الاهم معالجه الامور دي، الاهم ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في تعديلات كثيره جدا جدا في مصلحه الفريق ومصلحه النادي الاهلي عشان يظهر الفريق بالشكل المرجو والمطلوب بالنسبه لكل الجماهير. لازم يكون في تفاؤل، لازم يكون في مسانده من قبل جمهور النادي الاهلي للنادي بشكل عام، سواء مجلس الاداره، سواء فريق كره القدم، الجهاز الفني الحالي او اللي هيجي خلال ساعات او خلال ايام قليله ان شاء الله. خطوات اكيد بيتم اتخاذها من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، مفيش حد عايز يفشل من الاخر، يعني مجلس اداره، لاعبين، جهاز فني، اي حد، مفيش حد عايز يفشل، كله عايز ينجح. فبالتالي اكيد في اخطاء بالنسبه لهم كلهم على كل المستويات، اكيد من خلال الاخطاء دي هيحاولوا يصححوا الوضع، يحاولوا يضيفوا بعض الامور اللي تبقى في صالح النادي الاهلي عشان يظهر النادي الاهلي بالشكل المطلوب واللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي. احنا عندنا قائمه جيده من اللاعبين، لكن اللاعبين دول اكيد محتاجين اضافه بعض العناصر اللي ممكن تكون موجوده في النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، وده شيء مؤكد وبديهي جدا. النادي الاهلي خلاص شبه خلص مع يعني خلينا نقول 5 لاعبين بدون ذكر اسماء، لكن النادي الاهلي خلاص بيخلص معاهم علشان يكونوا اضافه للفريق، وده شيء حقيقي. النادي الاهلي محتاج تدعيمات مهمه جدا، ده بجانب الجهاز الفني الجديد والمدير الفني الجديد، اللي في بعض الناس قالت اسم المدير الفني الجديد لسه ممكن ما يكونش هو خالص. النادي الاهلي ماشي في عدد من الاتجاهات، عدد من المديرين الفنيين اللي بيتفاوض معاهم النادي الاهلي خلال الفتره دي، فبالتالي هيتم الاستقرار في النهايه على الانسب والاصلح للفريق خلال المرحله المقبله. احنا عايزين ناكد ان احنا نتمنى التوفيق لاختيار الانسب يكون هو المتواجد من خلال مجلس اداره النادي الاهلي ومن خلال المسؤولين، وان شاء الله الامور كلها تبقى ماشيه كويس. كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي ان شاء الله يعود بالسلامه يوم الاحد القادم، وهيكون عنده اجتماع مهم جدا مع كابتن سيد ابو حفيظ. كان من المفترض ان الكابتن سيد يسافر المانيا لكن لضيق الوقت ما سافرش، فبالتالي الاجتماع هيكون معاه علشان يتم وضع كل الامور تحت المنظار علشان يتم الاستقرار على القرارات اللي هتكون في صالح الفريق الاول ان شاء الله لكره القدم بالنادي الاهلي. التواصل اكيد مستمر طول الفتره اللي كان متواجد فيها كابتن محمود الخطيب فتره علاجه في المانيا، كان في تواصل طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع الاداره بشكل عام والاستاذ العام فاروق نائب رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره، كله علشان يتم تصحيح الوضع الراهن بالنسبه للنادي الاهلي. الفتره مش هتطول ان شاء الله، الفتره هتاخد يعني هتاخد وقت قليل جدا، وهيعود النادي الاهلي لسابق عهده، ويعود النادي الاهلي الفوز بالمباريات ومن ثم الفوز بالبطولات زي ما كل الناس متعوده دايما، وعهدت هذه الامور على النادي الاهلي بشكل طبيعي. ان شاء الله كل الامور تبقى ماشيه كويس، لازم نتفائل. المسانده من الجمهور، هو ده دور الجمهور، ده وقت الجمهور اللي لازم يساند فريق النادي الاهلي. او ممكن تنتقد، ممكن يكون عندك بعض الملاحظات قولها، مفيش مشكله جدا، لكن الاهم بالنسبه لك والهدف الاساسي بالنسبه لك هي مسانده الفريق عشان يخرج من الكبوه المؤقته ان شاء الله اللي مش هتستمر كتير، ويرجع النادي الاهلي ويقدر يفوز في المباريات اللي بياخدها. بالتحديد عندنا بطوله الدوري السنه دي صعبه جدا، في منافسه قويه جدا على المقدمه، وفي مستوى فني من كل الفرق بصراحه في بطوله الدوري، هتبقى بطوله صعبه جدا. النادي الاهلي عنده عدد من المباريات، لازم ان احنا نساند المجموعه المتواجده حاليا في قائمه النادي الاهلي في الشهر ده، شهر 12 اللي خلاص هيبتدي، خلاص يعني هيبتدي فيه المباريات الصعبه، هيبتدي فيه عدد كبير من المباريات هتكون مضغوطه بالنسبه للنادي الاهلي. مهم جدا المسانده علشان ان شاء الله يتم حصد اكبر عدد من النقاط تسهل للنادي الاهلي المأمورية شويه لحصد بطوله الدوري السنه دي، واكيد المنافسه هتكون قويه جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مسيرته في بطوله الدوري. لسه في كاس مصر، وكمان الشهر الجاي ده كمان هيكون في ماتشين في بطوله دوري ابطال افريقيا ودور 32 حتى الان. النادي الاهلي اكيد مركز بشكل كبير جدا في فتره وجيزه او خلال يعني لحد شهر 5 أو 6 هتكون نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي مضغوطه جدا، فهدف من الاهداف الاساسيه عند المجلس وعند جمهور النادي الاهلي وعند اللاعبين المتواجدين واللاعبين اللي جايين ان شاء الله ان هم يحصدوا هذا اللقب بعد غياب يعني كده 5 سنين.
وسنتين ورا بعض وصلنا النهائي، وللاسف ما قدرش النادي الاهلي ان هو يفوز باللقب، لكن ان شاء الله الثالثه تبقى ثابته والنادي الاهلي يقدر يفوز باللقب ده ومختلف الالقاب اللي هيشارك فيها. طيب خلينا نبتدي حلقتنا النهارده ونروح نشوف اهم العناوين. الخطيب يعود من المانيا الاحد المقبل بعد رحله علاج. الاهلي واصل استعداد لمواجهه بتروجيت. صلاح محسن يغيب عن الفريق 5 اسابيع. ازارو جاهز لقياده الهجوم في مباراه السبت المقبل. العمري فاروق يحضر تدريبات الفريق قبل السفر للسويس. برنامج خاص لتأهيل صالح جمعة. المنتخب الوطني يتقدم مركزين في تصنيف فيفا. طيب يعني كلام وعناوين مهمة جدا خاصة بالفريق وعودة الكابتن محمود الخطيب زي ما قلنا، خاصة بعض الإصابات، يعني ممكن إصابة صلاح محسن للأسف يعني إصابة ما كناش نتمناها خالص، مزق في العضلة الضمة، فبالتالي دي إصابة يعني ممكن تقلل برضو من معنويات شوية، لكن في نفس الوقت الحاجات اللي تفرح والحاجات الجيدة أو الأخبار الجيدة بالنسبة للنادي الأهلي هو عودة وليد أزار وعودة أحمد فتحي وعودة محمد هاني، يعني واحدة واحدة اللاعبين إن شاء الله يعودوا، دول قوام أساسي مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وبشكل أو بآخر لازم لما يكون في 4 أو 5 لاعبين بيغيبوا عنك وكلهم لاعبين مهمين بيغيبوا فترة واحدة بس، طبيعي جدا إن أنت تتأثر، وطبيعي جدا أي فريق في العالم إنه يتأثر بغياب عناصر مهمة زي دي. أنت عندك أحمد فتحي وعلي معلول وليد أزار وجونيور أجاي، عندك لعيبة كتير جدا كانوا غايبين، فعودة واحد واحد إن شاء الله دي هتكون إضافة للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، وإن شاء الله يكونوا إضافة للفريق علشان يعود الفريق للانتصارات، فبالتالي إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. نروح نشوف أهم العناوين عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة. الأهرام الغضب يسيطر على الأهلي. الأخبار غليان في الأهلي صدمة الذئاب تزيد القلعة الحمراء وجعا. الشروق 50,000 جنيه عقوبة على لاعبي الأهلي بعد خسارة من المقاولين. دياز والأرجواني كارينيو أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون والإعلان عقب مواجهة بتروجيت. المسا يحدث في القلعة الحمراء جوزيه مديرا فنيا للأهلي وجهاز معاون كامل من أوروجواي. عبد الحفيظ ينتظر الخطيب لحسم صفقات الشتاء والمدرب. مجلة الأهلي رئيس الأهلي يعود للقاهرة الأحد، الخطيب يبدأ خطة الإنقاذ فور وصوله. الأخبار ليس دفاعا عن البطل، سقوط الكبار ظاهرة عربية وعالمية. مجلة الأهلي سيد عبد الحفيظ بعد العودة من جديد يؤكد شخصية الأهلي ستعود بقوة والروح القتالية مطلوبة فورا. مجلة الأهلي يوسف يصحح الأخطاء ومحاضرة فنية للاعبين لتجاوز المرحلة الحالية. مجلة الأهلي 7 مساء السبت بالسويس، الأهلي في مواجهة صحوة بتروجيت. مجلة الأهلي الطبيب يمنح الجهاز الفني الضوء الأخضر، مصابو الأهلي في انتظار الإشارة، فتحي وهاني جاهزان لبتروجيت ومعلول ونجيب وربيعة في الطريق. مجلة الأهلي بطل إثيوبيا يقترب من مواجهة الأهلي في دوري الأبطال. طيب يعني عدد من العناوين المهمه بصراحه في صحف النهارده، وكله بيتكلم عن الغضب اللي موجود في النادي الاهلي، زي ما الاهرام كتبت النهارده ان الغضب يسيطر على الاهلي. طبيعي جدا يكون في غضب سواء على مستوى المسؤولين، على مستوى اللاعبين، على مستوى الجهاز الفني، وكمان الاهم على مستوى الجماهير. زي ما قلنا جمهور النادي الاهلي دايما متعود ان النادي الاهلي يكون عنده رده فعل سريعه جدا، خسرت المباراه لازم تكسب المباراه اللي بعديها، المباراه اللي بعديها للاسف اتاخرت، بعدين مباراتين خرجتك واحدة من البطولة العربية، والمباراة الثانية للأسف أفقدتك 3 نقاط في بطولة الدوري. فبالتالي الغضب ده مهم جدا وضروري، وده طبيعي كمان لأن الناس في الأهلي عارفين جدا إن اللي بيرضي جمهور النادي الأهلي دايما الفريق الأول، أهم حاجة في النادي الأهلي يا جماعة بشكل كامل فريق الأول لكرة القدم، هو ده الوجهة الحقيقية والطبيعية للنادي الأهلي. لو فريق الأول لكرة القدم مش ماشي على ما يرام جمهور الأهلي هيزعل، لو فريق الاول لكره القدم ماشي بالشكل المطلوب في حصد البطولات، مش بس انتصارات لا حصد البطولات المهمه، جمهور النادي الاهلي بالطبيعي جدا هيبقى سعيد، وده اللي هيشتغل عليه المسؤولين بكل يعني قوه خلال المرحله المقبله، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا موفقين في اتخاذ القرارات المناسبه في صالح الفريق الاول في النادي الاهلي. الشروق كمان اتكلمت على ان في عقوبه ماليه على اللاعبين 50,000 جنيه
بعد الخساره من المقاولون، وده شيء طبيعي جدا. انت لما بتكسب بتاخد مكافئات وبيبقى حقك جدا، وده بيكون طبعا على حسب اللائحه الخاصه بالفريق. اللائحه بتقول ان طبعا يعني بعد الخساره من المقاولون او من اي فريق في بطوله الدوري بيبقى في مبلغ معين، مبلغ يعني زي ما مكتوب كده من جريده الشروق 50,000 جنيه عقوبه على لاعبي النادي الاهلي بعد الخساره في هذه المباراه. واللي في الحقيقه يعني مباراه يعني الشوط الاول بتحديد النادي الاهلي كان كويس جدا، في بعض العناصر كمان يعني اشتركت في المباراه بشكل جيد وادوا بشكل مميز، منهم كريم نيدفيد اللي كان في فتره من الفترات لازم يدي كل واحد حقه، كان عنده انتقادات رهيبه جدا من قبل الجماهير وادى مباراه كبيره في مركز مش مركزه. كمان احمد الشيخ قدر ان هو يؤدي مباراه كويسه، ده طبعا مش رايي، ده راي الخبراء يعني في كره القدم، واللي اكيد لمسه جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي يعني الكره بالنسبه له مهمه جدا، واكيد فاهم جدا مين اللي بيقدر يظهر بشكل كويس ومين اللي ما ظهرش بشكل كويس. كمان اتكلموا جريت شروق على دياز والارجواني كارينيو، دول ابرز المرشحين لخلافه مستر باتريس كاسترون المدير الفني السابق والاعلان عقب مواجهه بتروجيت. وارد جدا ان يكون الاعلان عن المدير الفني للنادي الاهلي بعد مباراه بتروجيت اللي ان شاء الله هتكون يوم السبت ان شاء الله. دي كلها توقعات واجتهادات من الجرايد، بيحاولوا يشوفوا او بيجتهدوا ان ممكن مين يكون المدير الفني القادم للنادي الاهلي. لكن زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، كارينيو ده مرشح طبيعي جدا، مدرب يعني مدرب جيد ومرشح ان هو يكون مدير فني بالنسبه للنادي الاهلي حتى الان مرشح، لكن هو لسه ما تمش يعني اي توقيع عقود مع الراجل. دياز برضو من المدربين اللي ممكن يكونوا متواجدين على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي، وفي اكتر منهم كمان، وفي كلام وتواصل مع عدد كبير من المدربين. الاختيار في الاخر هيكون الانسب ان شاء الله، وحسب رؤيه الكابتن محمود الخطيب وبمساعده كمان كابتن حسام غالي والمسؤولين في النادي، او عفوا كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل وايضا كابتن سعد عبد الحفيظ والمسؤولين بشكل عام في النادي الاهلي، هيشوفوا مين الانسب ان هو يكون متواجد كمدير فني بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله. المسا كمان بتتكلم على ان جوزيه مديرا فنيا للاهلي، مقصدهم على جوزيه كارينيو المدير الفني الاورجواني، وهيكون معاه جهاز كامل معاون ليه في الجهاز الفني، وكابتن سيد عبد الحفيظ ينتظر الخطيب لحسم صفقه الشتاء والمدرب. يعني زي ما بقول لحضراتكم هي توقعات، ويمكن من يومين كده طلعت خلاص او بعد ماتش المقاولين بالتحديد طلع اسم المدير الفني جوزيه كارينيو، لسه اسم لازم ناكد على الموضوع ده هنا، احنا يعني لازم بنعلن لما يكون حاجه رسمي، لكن هو دي اجتهادات كلها من الصحافه بشكل عام جدا ومن الناس اللي بيشتغلوا في الوسط الرياضي، ان هم بيحاولوا يجتهدوا، ده حقهم جدا ان هم يحاولوا يشوفوا مين المدير الفني القادم. وطبقا لمصادرهم ومعلوماتهم هم بيقولوا ان جوزيه كارينيو هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي، هنشوف خلال الايام المقبله. كابتن سعد عبد الحفيظ خلال الفتره المقبله مستني كابتن محمود الخطيب ان شاء الله زي ما قلت لكم يرجع يوم الاحد، يعني عوده بالنسبه لكابتن محمود الخطيب في التوقيت ده مهمه جدا، خلاص الراجل يعني عمل عمليه وان شاء الله نتمنى له الف سلامه، فبالتالي هيكون في اجتماع مهم جدا مع كابتن سيد عبد الحفيظ. زي ما قلت لكم كان احتمال يسافر له المانيا لكن للاسف ما سافرش بسبب ضيق الوقت، وان الفريق عنده مباراه يوم السبت على طول مع بتروجيت في بطوله الدوري، والظروف صعبه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، فبالتالي اول ما يرجع كابتن محمود الخطيب هيكون في اجتماع علشان خلاص يتم بقى اتخاذ القرارات النهائيه في صالح الفريق الاول وقطاع الكره بشكل عام بالنسبه للنادي الاهلي. طيب الاخبار كمان قالت او عملت تقرير مهم جدا جدا جدا، هي بتقول مش دفاع عن البطل لكن سقوط الكبار ظاهره عربيه وعالميه. خلينا نتكلم في الظاهره العالميه الاول، انت عندك ريال مدريد، ريال مدريد خدوا ثلاثه تشامبيونز ليج ورا بعض، ثلاثه ورا بعض دي حاجه كبيره جدا. السنه دي ريال مدريد في أسوأ مواسمه، ده شيء طبيعي، لا انت لما بتعلى فوق قوي وتقدر تحقق نتائج جيده جدا الكيرف بتاعك بيبقى طالع بتصاعد، ممكن وارد جدا ان يحصل دروب بالنسبه للفريق، فبالتالي ده بيحصل مع كل الفرق الكبيره في العالم مش بس النادي الاهلي، ريال مدريد فتره من فترات ايضا برشلونه، فتره من فترات مانشستر يونايتد. على فكره دلوقتي مانشستر يونايتد كلنا عارفين مانشستر يونايتد قيمته الكبيره جدا وبطولاته العديده اللي قدر يحققها، مانشستر يونايتد مش هو مانشستر يونايتد اللي احنا عارفينه. لو عربيا اتحاد الجد، اتحاد جد السعودي يمكن بيحتل المركز الاخير تقريبا او احد المراكز الاخيره في بطوله الدوري السعودي، بيمر بفتره صعبه جدا، هو ايضا من احد الفرق الكبيره جدا في السعوديه، لكن بالتالي ده شيء طبيعي وبديهي جدا ان انت ممكن يحصل لك كبوه، الاهم ان انت تفضل قوي والاهم ان انت تقدر تتدارك امورك ومشاكلك وازماتك علشان تقدر تعدي المرحله الصعبه دي، وده اللي بيقوم عليه دلوقتي النادي الاهلي وفي طريقه لحل هذه الامور المهمه بالنسبه للفريق.
مجله الاهلي قالت ان الكابتن محمد يوسف بيصحح الاخطاء ومحاضره فنيه للاعبين لتجاوز المرحله الحاليه، وده دور الكابتن محمد يوسف دلوقتي وهو المدير الفني المؤقت حتى الاعلان عن المدير الفني الجديد. كابتن محمد يوسف بيحاول بقدر المستطاع ان هو يخرج اللاعبين من الحاله النفسيه السيئه ده بسبب الهزائم المتتاليه او يعني الاخفاقات، مش عايزين نقول هزائم، الاخفاقات المتتاليه بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي الراجل بيشتغل نفسيا على اللاعبين هو وجهاز المعاون بصحبه طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره المؤقت حتى الان في الجهاز الفني، وكمان في محاضرات فنيه ده طبيعي جدا بالنسبه للاعبين عشان يعرفوا اخطائهم فين خلال المباريات اللي فاتت وتحديد المباراه الاخيره بالنسبه امام فريق المقاولون، لان خلاص بطوله افريقيا تم غلق الملف بتاعها، خسرنا البطوله خلاص، البطوله العربيه خرجت منها، فبالتالي انت دلوقتي بتركز على بطوله الدوري، بتشوف اخطائك ايه من المباراه اللي فاتت امام فريق المقاولون العرب وبتحاول تصححها عشان تتدركها ان شاء الله في مباراه بتروجيت وتكون انطلاقه جديده للنادي الاهلي في بطوله الدوري، ده الشيء المهم والأهم بالنسبة للجماهير الأهلوية إن شاء الله، فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق في يعني انطلاقة جديدة أمام فريق بتروجيت، فريق صعب جدا جدا جدا، وإن شاء الله نتمنى إن النادي الأهلي يقدر يفوز عليه في مباراة يوم السبت. عنده جهاز فني جديد كابتن مؤمن سليمان وكابتن طارق يحيى، بصراحة كان ماشي معاهم بشكل جيد جدا، بيأدوا بأداء جيد، ممكن النتائج ما كانتش بتساعدهم، لكن مهم جدا ان احنا يعني يبقى في صحوه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال هذه المباراه، تكون دي بدايه ان شاء الله نحو انطلاقه جديده للنادي الاهلي في بطوله الدوري. طيب خلينا نروح نشوف اهم الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي في المواقع. الموقع الرسمي للاهلي ازارو جاهز لمواجهه بتروجيت. الشروق الاهلي يفقد صلاح محسن 5 اسابيع. مران الاهلي ذبح عجل ظهور جمعه وازاره يعود للجماعي. في الجول الاهلي الوقت غير مناسب للحديث عن عروض ازاره. فيتو عمرو السوليه يتعافى من الاصابه ويشارك بمران الاهلي الجماعي. الوفد الاهلي يجهز صالح جمعه لحسم موقفه. اليوم السابع العمري فاروق في مران الاهلي وعوده السوليه قبل مواجهه بتروجيت. دوت مصر محمود الخطيب يعود من المانيا الاحد المقبل. يلا كورة عبد الحفيظ الأهلي سيفوز بالدوري، ليس لدينا أزمة مالية وندعم الفريق بثلاث محاور. اليوم السابع الأهلي يؤكد تحركه في اتجاه عودة جماهيره للمدرجات، مهمة جدا. طيب نبتدي بموقع رسمي النادي الأهلي وقال إن أزارو جاهز لمواجهة بتروجيت، احنا عارفين أزارو كان عنده زي ورم كده في وش رجله، فبالتالي كان على اثره بيغيب على او عن المباراه السابقه، فبالتالي خلاص ازارو شارك في التدريبات النهارده، وعلى فكره ادى التدريبات بشكل جيد جدا جدا جدا، والواضح ان ازارو هيكون احد العناصر الاساسيه بالنسبه للفريق يوم السبت ان شاء الله في مباراه بتروجيت. الشروق كمان قالت ان الاهلي بيفقد صلاح محسن 5 اسابيع، واحنا شفنا في اول المباراه اول 5 دقائق كده مباراه المقاولون صلاح محسن تعرض لمزق في العضله الضمه، بالتالي ما قدرش يكمل المباراه، بالتالي صلاح محسن بيغيب 5 اسابيع عن النادي الاهلي، خساره، مهاجم مهم جدا ومميز جدا صلاح محسن، ان شاء الله يعود سريعا للمشاركه في المباريات مع النادي الاهلي طبعا تدريبات الجماعي الاول ثم المباريات. في الجول اتكلمت على ان الاهلي بيقول ان الوقت غير مناسب للحديث عن العروض المقدمه لوليد ازارو، وليد ازارو احد المهاجمين المميزين جدا جدا جدا، بالتالي منطقي وطبيعي ان الراجل يجي له عروض، لكن التوقيت ده صعب، صعب جدا النادي الاهلي يقدر يتخلى عن اي حد من نجومه، خصوصا وليد ازارو لاعب ومهاجم مميز جدا، فبالتالي النادي الاهلي قال ان مفيش وقت او مش هينفع خالص ان احنا نتكلم دلوقتي عن وليد ازارو والعروض المقدمه ليه. بالمناسبه البعض بيتكلم عن وليد ازارو ان وليد يعني نفسه يمشي ونفسه يغادر النادي الاهلي ونفسه يروح فرقه ثانيه او دوري او دوري اخر، الكلام ده غير حقيقه يا جماعه، وليد ازارو بيحب النادي الاهلي جدا على فكره، يعني الراجل متعلق جدا بالنادي الاهلي وبيحب جمهور النادي الاهلي، والراجل عايز يستمر ولسه ما حققش اهداف عديده بالنسبه له على المستوى الشخصي مع النادي، وهي خاصه بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، سواء هو او علي معلول، على فكره علي معلول كمان نفسه انه يحقق البطوله دي مع النادي الاهلي، فاي كلام على رحيل الاثنين دول بالتحديد هيكون صعب خلال الفترة اللي جاية، وهم مستمرين مع النادي الأهلي وعارفين ان هم عليهم دور كبير جدا خلال الفترة المقبلة ان هم يعني يساهموا مع النادي الأهلي في عودة الانتصارات المهمة بالنسبة للفريق. علي معلول لسه قدامه شوية بس ان شاء الله عودته هتكون مهمة جدا. طيب الوفد قالت ان الأهلي يجهز صالح جمعة لحسم موقفه، النهارده صالح جمعة شارك في التدريب
لاول مره. احنا عارفين صالح جمعه كان متواجد في السعوديه فريق الفيصلي السعودي، وكان في فتره اعاره لسبب او لاخر تم فسخ التعاقد ما بينهم، فبالتالي راجع النادي الاهلي. النادي الاهلي اداله اجازه كده لمده شهر او حاجه، والنهارده كان اول مران بالنسبه لصالح جمعه عشان يتم تاهيله للمرحله المقبله بالتحديد بدايه من شهر يناير. فبالتالي هو مش لحسم موقفه، هو يعني صالح جمعه خلاص يعني بنسبه كبيره جدا جدا 99.9% صالح جمعه هيتم كده في شهر يناير بجانب جونيور اجاييه وبجانب رامي ربيعه. الكلام لسه على عمرو جمال وعمرو بركات، لسه الموقف بالنسبه لهم ما اتحسمش، لكن اجاييه رامي ربيعه وصالح جمعه خلاص دول هيتم قيدهم في شهر يناير ان شاء الله. في اثنين محسوم امرهم بشكل كامل اللي هو اجاييه ورامي ربيعه، لكن صالح جمعه يعني مش عايزين نقول ان الشهر ده اختبار بالنسبه له، لكن هو الراجل وعد ان هو هيرجع احسن من الاول، وعد ان هو هيلتزم، وشاف ان دي اخر فرصه ليه في الملاعب ان هو يثبت نفسه ويثبت حقيته بتواجده في النادي الاهلي، وقال ان هو محتاج كمان للنادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي محتاج له. فبالتالي بنسبه كبيره جدا جدا صالح جمعه كمان هيتم كده في يناير، وهيكون اضافه قويه جدا بجانب اجاييه ورامي ربيعه، بجانب الصفقات الجديده، بجانب عوده المصابين. عشان كده انا بقول انك لازم نتكلم دي نبره تفاؤليه شويه في اتجاه الفريق عشان ما نحبطش اللاعبين، خصوصا في مرحله مهمه زي المرحله اللي جايه في الشهر ده، بس شهر 12 اللي جاي ده هتبقى في مباريات وضغط مباريات كمان كبير جدا على الفريق. اليوم السابع قالت ان الاستاذ العمري فاروق النهارده حضر المران، وده اكيد ده شيء مهم، مؤازره الفريق من قبل مجلس الاداره بيتمثل طبعا في الفتره دي في الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، خصوصا ان الكابتن محمود الخطيب في رحله علاج في المانيا، فالراجل اكيد كان متواجد النهارده عشان يآزر اللاعبين والجهاز الفني الموجود قبل مباراه بتروجيت، وخصوصا بعد الاخفاقات الاخيره بالنسبه للفريق في البطولات المختلفه. بالتالي تواجده اكيد كان مهم جدا، مش بس على فكره النهارده كابتن عمرو فاروق كان موجود، لا كان موجود كمان كابتن شريف عبد المنعم احد نجوم الاهلي القدامى، وحضروا التدريب النهارده وازر اللاعبين كمان، وده دور كمان اللاعبين القدامى بالنسبه للنادي الاهلي ان هم يازروا الفريق في الفتره دي. طيب كمان عوده السوليه قبل ماجد بتروجيت، ده اليوم السابع، قالت ان السوليه يعني عاد للتدريبات الجماعيه النهارده، هو الراجل شارك في التدريبات بشكل طبيعي، لاعب مهم جدا طبعا يعني ما قلناش اسمه من ضمن اللاعبين اللي غايبين عن النادي الاهلي. الراجل غايب عن مباراه الترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا شارك فيها، لكن خرج في الشوط الثاني بسبب الاصابه، بالتالي بيعود للمشاركه في التدريبات، وان شاء الله يكون اضافه قويه بالنسبه للفريق في المرحله اللي جايه. ان شاء الله الامور هتتعدل باذن الله، ان شاء الله كل حاجه هتمشي كويس بالنسبه للنادي الاهلي. يلا كوره، قالت ان تصريح على لسان الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره الحالي في النادي، قال الاهلي سيفوز بالدوري، ليس لدينا ازمه ماليه وندعم الفريق بثلاث محاور. يعني طبعا تصريحات تحفيزيه بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ في اتجاه اللاعبين، وبيطمن الجمهور بشكل كبير جدا، يعني يقول الاهلي هيفوز بالدوري، ده تحدي مهم بالنسبه لهم، ممكن البدايه مش هي المطلوبه، فقدت عدد نقاط في 7 مباريات يعني ما كناش متعودين عليه، لكن الاصرار على انك هتنافس في بطوله الدوري، والاصرار ان انت هدفك تحقيق البطوله كالعاده، لان الهدف الاوحد دايما للنادي الاهلي هو تحقيق البطوله، مش بس الانتصارات والاداء الجيد، هو دايما الهدف تحقيق اللقب، وده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ مع موقع يلا كوره. كمان قال ان مفيش اي ازمه ماليه في النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده يعني الامور الماليه مستقره جدا، ويقدر من خلالها ان هو يتعاقد مع عدد جيد جدا من اللاعبين، وده اللي لمح ليه الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال كمان ان احنا بندعم الفريق في 3 محاور. مهم جدا جدا ان ما يتمش تدعيم الفريق وخلاص، يعني بجيب لعيبه وخلاص بقى عشان محتاج صفقات وعايز اطمن الناس ومش عارف ايه، لا انا اشوف ايه الاماكن اللي انا محتاجها وادعم فيها لاعبين، هو ده الاهم علشان تقدر تعمل توليفه جيده جدا من لاعبي النادي الاهلي، يقدروا ان هم يأدوا بالشكل المطلوب واللي بيرضي طموح الجمهور. فبالتالي في 3 محاور بيشتغلوا عليها الفتره دي في انضمام عدد من اللاعبين في عدد من المراكز اللي هتكون مهمه ومؤثره بالنسبه للفريق، والمهم ان اللعيبه اللي تيجي تكون لعيبه انت جايبها عشان يكونوا اساسيين في الفريق، لان احنا كنا بنشوف فترات كبيره جدا ممكن اللعيب يجي يقعد سنه ما بيلعبش لانه لسه ما انسجمش، لسه يعني كان في بعض الامور وجهات نظر فنيه وتحترم بكل تاكيد، لكن مهم جدا انت في فتره زي دي الامور ماشيه معاك بشكل يعني مش مقبول شويه، ان انت تجيب لعيب يكون اضافه على طول في ال 11 لاعب في الملعب، يعني تقدر تحطه يتاقلم سريعا يشتغل ويؤدي الدور المطلوب، ولازم يكون عنده الشخصيه في ارضيه الملعب، وده سمه او دي سمه اساسيه من سمات اللاعب اللي يكون متواجد في النادي الاهلي. اليوم السابع قالت الاهلي يؤكد تحركه في اتجاه عوده جماهيره للمدرجات، وده شيء لازم جدا وبديهي جدا، يعني احنا كل الانديه في الدوري
اللي ليهم جماهير، جماهيرهم بتحضر حتى لو بعدد محدد، يعني 3 او 5000 متفرج، 5000 متفرج بيحضروا المباريات ما عدا النادي الاهلي. طب ليه؟ دي كانت امور بصراحه او كان شيء يعني لفت النظر والشيء غير جيد على الاطلاق ان النادي الاهلي يفقد جمهوره. اشمعنى النادي الاهلي؟ الطبيعي جدا النادي الاهلي يحاول ويسعى خلال الفتره دي ان جمهوره يرجع بشكل طبيعي زي كل جماهير انديه الدوري الممتاز. دي كانت حاجه بصراحه غريبه جدا من خلال المباراه الاخيره بالتحديد امام فريق المقاولون العرب. طيب خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي واللي كان حاضر النهارده في مران الفريق عشان يطمننا بشكل كبير جدا على الفريق قبل مباراه بتروجيت. يا كيمو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل عزيز امير، وارحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام امير. طمنا على الفريق يا كريم، وانت كنت متواجد في مران الفريق النهارده الصبح، عايزين نعرف كل التفاصيل، طمنا على الاصابات، يعني كل الاخبار اللي عندك اكيد قولها لنا يا كريم وطمن جمهور النادي الاهلي. يمكن زي ما انت عارف امير طبعا بدون راحه للنادي الاهلي بيستعد لمباراه بتروجيت اللي هتقام على استاد الجيش بالسويس ان شاء الله يوم السبت الساعه 7 مساء. محاضرات مستمره ومكثفه من الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت والكابتن سيد عبد الحفيظ ايضا مدير الكره. يمكن الشغل كبير جدا من الجهاز الفني مع اللاعبين على تجديد الدوافع الفتره اللي جايه، يمكن مهمه جدا وصعبه جدا على فريق النادي الاهلي نظرا لتلاحم المباريات الكبير. عندنا مباريات كلها يمكن صعبه، مفيش مباراه سهله دلوقتي في ظل الظروف اللي بيمر بيها الفريق النادي الاهلي طبعا. توفيق غير عادي بيقابل لعيبه النادي الاهلي من اصابات، يمكن كل مباراه بنفقد لاعب واثنين، لعيبه يمكن بتاخد وقت شويه في العوده من الاصابات لان تلاحم المباريات متوقع ان يكون في الاصابات الكبيره دي جدا عناصر مؤثره جدا بتغيب عن النادي الاهلي. سوء التوفيق اللي بيقابل الفريق النادي الاهلي ده منعكس بشكل كبير على اللاعبين، لكن عندنا لعيبه كبار، كل اللعيبه الكبيره زي ما قلنا قبل كده احمد فتحي واكرامي وحسام عاشور، كل اللعيبه يمكن بتتكلم مع بعض عايزه تعدي المرحله اللي جايه دي. يمكن التكاتف يا امير هو الوحيد مسانده خلال الفتره اللي جايه من جمهور النادي الاهلي هو اللي هيخلي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تعدي هذه المرحله الدقيقه جدا على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره وكل جمهور النادي الاهلي. النهارده التدريب يا امير كالعاده طبعا كان صباحا في الساعه 9 ونص صباحا عقب انتهاء المحاضره اللي يمكن استغرقت 10 دقائق للكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ. المران كان في بعض الجرعات البدنيه كان بيشرف عليها الحسين عبد الدايم طبعا اللي يمكن موجود هنا في اقصائي للتاهيل مع طارق عبد العزيز. فقره يمكن ما خدتش اكثر من 10 دقائق او 15 دقيقه، ويمكن بدا الكابتن محمد يوسف ان يكون في تقسيمه في منتصف الملعب لتصحيح الاخطاء بشكل يمكن متكرر جدا، حاول ان هو يمكن اكثر من مره يكون في شرح في التمركزات. يمكن بعض اللعيبه كانت بتتمركز بشكل خاطئ جدا خلال المباراه الماضيه، المباراه الاخيره ايضا كمان السرعه في نقل الهجمه لابد يكون في تحرك عقلي بعد الباص، لازم يكون في اللاعب واخد مكان. يمكن الامور كلها كانت بالنسبه لخط الدفاع كان في تحذير كبير جدا لخط الدفاع والاطراف. النهارده يمكن التقسيمه كانت قويه جدا ظهر فيها بشكل كبير، ويمكن دي من الحاجات المبشره لجمهور النادي الاهلي ان احنا شفنا عمرو السوليه النهارده يمكن بيظهر بشكل مميز اكيد طبعا خلال التدريب النهارده مع وليد ازارو. زي ما انت ذكرت يمكن امير النهارده كان متالق جدا في التدريب، كان واضح التركيز الشديد جدا لوليد ازارو. كل اللعيبه يمكن الفتره اللي فاتت اللعيبه اللي كانت مصابه بتحاول ان هي ترجع من جديد وترجع سريعا، لكن طبعا الجهاز الطبي بيحاول ان هو يكون في حفاظ على كل اللعيبه بحيث ان هو يقدر يدفع بيه في الوقت اللي ما يبقاش فيه اي انتكاسه او اي اصابه. لكن يمكن حاجه مطمئنه جدا ان احنا نشوف عمرو السوليه ووليد ازارو النهارده في التدريبات هيكونوا قوه كبيره جدا خلال المباراه القادمه. ايضا كمان عايز اطمنك على وليد سليمان، كان وليد يمكن ما اتدربش امس، النهارده انتظم في التدريب الجماعي. ايضا كمان وليد يمكن بشكل عام طبيا وفنيا بدنيا جاهز ان شاء الله لمباراه القادمه مباراه بتروجيت. صلاح طبعا زي ما انت عارف هو الخساره الوحيده، 5 اسابيع ان شاء الله يكون الفتره اللي جايه صلاح يقدر يستعيد عافيته من جديد، اصابات عديده ورا بعض، لكن يعني زي ما بنقول وبناكد يا امير عندنا ثقه في كل اللعيبه ان شاء الله كل لعيب يكون متواجد ويحمل تيشيرت النادي الاهلي باذن الله يكون موفق في المباراه القادمه. ايضا نقطه مهمه جدا هو عمرو جمال وعمرو بركات. النهارده يمكن عمرو جمال كان ظهر بشكل اكثر من رائع في التدريبات المنفرده مع الكابتن عادل مصطفى المدرب المساعد. يمكن كان في كده فقره تدريبيه امير معموله بمصطفى شبير حارس المرمى طبعا كان متواجد، بعض التصويبات على المرمى بعض الكنترول الحاجات كلها طبعا كانت لعمرو جمال كانت رائعه جدا، وواضح ان عمرو بركز بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. واحد من اللاعبين المميزين ان شاء الله كل اللعيبه زي ما بنقول يا امير الفتره اللي جايه النادي الاهلي محتاج لكل اللعيبه الموجوده سواء في القائمه سواء اللعيبه اللي ما بتشاركش، كل اللعيبه ان شاء الله يكون لها دور كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. اكد كمان على صالح جمعه واحد من العناصر ان شاء الله اللي بنامل يستعيد مستواه الفني يستعيد مستواه البدني يكون تركيزه فقط مع فريق النادي الاهلي. كريم بالنسبه لصالح جمعه طمني عليه، وزنه زايد مثلا، الراجل باين عليه ان هو بيتمرن، الامور بالنسبه له من رؤيتك ليه كده في الملعب اخباره ايه؟
لا ما نقدرش نقول ان الوزن زايد بصراحه يا امير، يعني يمكن واضح ان صالح وقت قليل جدا ان شاء الله، وهيكون يمكن عناصر هتبقى مؤثره جدا للنادي الاهلي، لان الجلسه اللي كانت جمعته مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف، الراجل يمكن اتكلم معاهم بشكل كبير، قال انا عايز ارجع من جديد واكون متواجد في التشكيله الاساسيه، النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه، ويمكن صالح من اللاعبين اللي عندهم حماس كبير جدا وعندهم اصرار كبير جدا، بنتمنى صالح الفتره اللي جايه يكون تركيزه فقط مع النادي الاهلي، زي ما بنقول كل اللعيبه اللي متواجده النادي الاهلي محتاجها بشكل كبير، محتاج بذل اقصى الجهد خلال الفتره القادمه، فتره صعبه وفتره مهمه جدا، لكن لعبتنا ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه الفتره اللي جايه باذن الله، لعبتنا تفرح كل جمهور النادي الاهلي اللي مستني اقرب فرحه باذن الله، وهي تكون المباراه القادمه مباراه الاهلي وبتروجيت. نقطه كمان، مؤمن زكريا طبعا، لسه كنت اكلمك عليه، مؤمن زكريا عايزين نطمن، قول لنا يا كريم. مؤمن زكريا طبعا يمكن بنتمنى له كل التوفيق، مؤمن خلال الفتره اللي جايه يمكن خلاص تم الاتفاق بينه وبين كابتن سيد عبد الحفيظ ان يكون في جلسه، وتكون جلسه مهمه جدا ان شاء الله بعد مباراه بتروجيت، للاتفاق على الامور خلاص الخاصه بالتعاقد، يمكن مؤمن اللي بيحسم امير الامر في تعاقد اللاعب او من عدم هو رغبه اللاعب، وده اللي اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ، رغبه مؤمن ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي، مؤمن ابدا يمكن مواسم رائعه جدا خلال الفتره الماضيه، امور عاديه كلها يمكن بتخص التعاقدات وامور ماليه دي معتاده طبعا على كل اللاعبين، لكن بناكد ان الجلسه القادمه بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومؤمن زكريا تكون جلسه مرضيه للجميع، سواء لمؤمن زكريا او للنادي الاهلي، وايضا كمان اللي باكد لك عليه وهي رغبه مؤمن زكريا ان هو يكون مشارك مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، الامور كلها امين ان شاء الله باذن الله تصب مصلحه النادي الاهلي في مباراه الاهلي وبتروجيت غدا، هيكون تدريب صباحا الساعه 10 صباحا، بعدها طبعا مباشره صلاه الجمعه، من بعدها يتوجه النادي الاهلي الى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه الهامه والمرتقبه، واكيد كلنا بنقول يا رب ان شاء الله في هذه المباراه الهامه تكون من نصيب النادي الاهلي وتكون انطلاقه جديده امير للمباريات الخاصه بفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا طبعا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، وقال لنا كل التفاصيل الخاصه بمران الفريق الصبح واخبار بعض اللاعبين كمان المتواجدين في النادي الاهلي، بتحديد مؤمن زكريا يا جماعه، هو الراجل بيتكلم او كريم بياكد ان خلاص تم الاتفاق مع كابتن سيد عبد الحفيظ ان هيكون في جلسه بالنسبه لمؤمن زكريا مع الكابتن سيد بعد مباراه بتروجيت لحسم الامور ولتوقيع العقد الجديد بالنسبه لمؤمن زكريا مع النادي الاهلي. البعض ممكن يكون بينتقد مؤمن زكريا الفتره الاخيره، بصراحه الفترات اللي كان بيلعب فيها مؤمن زكريا مع مستر باتريس كارتيرون بالتحديد ما كانش هو مؤمن زكريا اللي نعرفه خالص، لكن ان شاء الله يكون عنده صفحه جديده جدا مع النادي الاهلي ويقدر يعود مؤمن زكريا لسابق عهده ومستواه الرائع وتاثيره كمان مع الفريق في عدد كبير جدا جدا من المباريات، فبالتالي مؤمن زكريا اكيد هيكون اضافه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كمان سريعا عايز اتكلم عن عمرو جمال، وزي ما قال كريم عمرو جمال بيأدي التدريبات بشكل جيد جدا، مش بس مران النهارده بالمناسبه، عمرو بقاله فتره كبيره مركز وعايز يعني الراجل يثبت نفسه في خلال التدريبات علشان يكون متواجد مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، بالمناسبه عنده عروض كتيره جدا جدا من انديه كبيره جدا داخل مصر، والراجل ناقص في عقده 6 شهور، هيتم كمان حسم موقف عمرو جمال من خلال جلسه هتكون الاسبوع اللي جاي مع كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه يعني بيشتغل في العديد من الملفات في النادي الاهلي، ان شاء الله الامور تمشي على ما يرام بالنسبه للفريق. فاصل ونرجع نواصل كل فقره كنت بتتكلم في النادي. رجعنا لكم من جديد ولسه عندنا بعض الفقرات في برنامج او حلقه كلام في الميديا النهارده، خلينا نبتدي باهم الاخبار الخاصه بالجانب المحلي والعالمي واخبار المحترفين في الخارج. سوبر كوره، منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف فيفا ويصبح الثامن افريقيا. اليوم السابع، اجيري يطلب تقرير عن اسباب اصابات الدوليين مع الانديه. الفجر، انقسام في الجبليه بسبب سلجادو. في الجول، المنتخب ننتظر تحديد موعد لقاء النيجر، واجيري لم يحدد موقف المباراه الوديه. اليوم السابع، اتحاد الكوره يطلب تفعيل بطاقات الجمهور في الدور الثاني. البوابه نيوز، غدا الكاف يحسم قرار استضافه الكاميرون للنهائيات. الشروق، صلاح في المركز الرابع بقائمه سكاي سبورتس لافضل لاعبي البريمير ليج. فيتو، اليوم انني مع ارسنال يواجه فور سكالا الاوكراني بالدوري الاوروبي. سكاي نيوز، انجاز تاريخي لفريق برشلونه في دوري ابطال اوروبا. اس، جارس بيل قد يلحق بكريستيانو رونالدو. سبورت 360، بوسكيتس تاقلم ديمبلي سيكلف برشلونه.
طيب يعني تعليق سريع كده على الاخبار. زي ما سوبر كور قالت المنتخب فعلا تقدم مركزين في تصنيف الفيفا الشهري. بعد ما كنا بنحتل المركز 58 المنتخب اصبح يحتل المركز 56، طبعا مركز ما يليقش جدا بالمنتخب المصري اللي وصل في يوم من الايام للمركز رقم 9 في تصنيف الفيفا، وكان انجاز كبير جدا. ان شاء الله نامل مع مستر اجيري والجهاز الفني المعاون ان هم ان شاء الله يعني رجعوا منتخب مصر للبطولات والاداء الجيد وكل الامور اللي بتسعد كل المصريين بشكل عام. بالتالي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا بعد ما المنتخب قدر يكسب 4 مباريات في التصفيات الافريقيه المؤهله للامم الافريقيه، كسبنا النيجر والسواتيني ماتشين، وكمان مباراه تونس كانت مباراه مهمه جدا قدر المنتخب يفوز بيها. كمان الفجر اتكلمت على ان في انقسام في الجبليه بسبب سلجادو. موضوع سلجادو بصراحه غريب جدا، الراجل بيجي معسكرات بس، ده عقده، الراجل بيجي على المعسكرات بس الخاصه بالمباريات الرسميه والوديه، مش عارف الوديه بصراحه بيجي فيها ولا لا، يعني مش عندي المعلومه الصحيحه في هذا الاتجاه، لكن الراجل اللي نعرفه ان هو بيجي في المباريات الرسميه كمساعد لمستر اجيري قبل المعسكر بيكون متواجد وبياخد مرتب على ده $5,000 يعني بالتقريب. فبالتالي حاجه غريبه، يعني المعسكر اللي يكون المعسكر الواحد اللي بينضم فيه سلجادو بياخد المبلغ اللي انا قلت لكم عليه ده $5,000. لكن الغريب في الامر وطبقا للمعلومات اللي عندنا ان سلجادو يعني في بعض الامور كده اللي بيقوم بيها مش مطلوبه في المنتخب وانت متواجد، انت مش وكيل لاعبين، انت وكيل طبعا مستر اجيري، انت اللي جبت مستر اجيري كمدير فني لمنتخب مصر، واوكي شغلتك ان انت تبقى وكيل لاعبين، يا اما تبقى وكيل لاعبين يا اما تبقى مدرب لمنتخب مصر، وخصوصا وانت متواجد مع المنتخب. ما يتم يعني ما يتكلمش مع اللاعبين في عروض احتراف، لان اللي عرفته ان الراجل على سبيل المثال كده من الاخر يعني اتكلم مع محمد محمود ان جاي له عرض من بره وعايز يودي الراجل يحترف في الخارج، حلو ما فيش مشكله، بس مش اللي يقوم بالدور ده سلجادو اللي هو احد اعضاء الجهاز الفني بالنسبه للنادي او بالنسبه لمنتخب مصر. فبالتالي يعني الجزئيه دي غريبه بصراحه، وموقف سلجادو غير محدد بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه كمان للشعب المصري او بالنسبه للجماهير المصريه والمتابعين للمنتخب، مش عارفين الراجل ده وظيفته ايه بالظبط. نتمنى توضيح من اتحاد الكوره وفي زي في مصلحه المنتخب. مصلحة المنتخب الوطني. البوابة نيوز قالت ان بكره خلاص الكاف هيحسم قرار استضافة الكاميرون للنهائيات. احنا عارفين ان في بعض المشاكل الخاصة باستضافة الكاميرون لنهائيات الامم الافريقية السنة الجاية ان شاء الله في 2019، فبالتالي بكره هيكون في حسم لهذه الجزئية، يا اما الكاميرون يتم خلاص التصديق على استضافتها لبطولة الامم الافريقية او هيشوفوا بلد اخرى، وهيكون اقرب المغرب لاستضافة هذه البطولة في حالة ان الكاميرون مش هتستضيفها. الشروق كمان اتكلمت على ان صلاح في المركز الرابع بقائمه سكاي سبورت لافضل لاعبي البريمير ليج. هم مختارين 20 لاعب في البريمير ليج لغايه دلوقتي اللي لعبوا 13 جوله، افضل 20 لاعب من ضمنهم محمد صلاح في المركز الرابع. البعض كان بينتقد محمد صلاح في بدايه الموسم، الراجل مش راضي بالشكل المطلوب، الراجل مش هيحقق نفس النتائج اللي عملها والارقام اللي عملها الموسم اللي فات، ما بيهدفش ما بيجيبش جوان. بالمناسبه صلاح دلوقتي بعد 13 جوله هو تاني هدافي الدوري الانجليزي بعد كون اجويرو اللاعب طبعا ومهاجم فريق مانشستر سيتي، وبعد بيير امريك اوباميانج المهاجم الجابوني طبعا فريق الارسنال. فبالتالي محمد صلاح ماشي بشكل جيد. امبارح للاسف خسروا مباراه امام باريس سان جيرمان، مباراه كانت قويه جدا، ليفربول ما كانوش موجودين تقريبا في الملعب، عملوا مباراه صعبه جدا، ما كانوش في مستواهم والموقف بالنسبه لهم متعقد، محتاجين ان هم يفوزوا على نابولي في مباراه الجولة الأخيرة في دور المجموعات بالتشامبيونز ليج. فبالتالي مهم جدا ان هم ان شاء الله يرجعوا لمستواهم، مهم جدا ان صلاح في المباريات الكبيرة بالتحديد. امبارح ما ظهرش صلاح شوية لأن كان في رقابة شديدة على محمد صلاح، لكن نتمنى له التوفيق ويكون أفضل وأفضل خلال المرحلة المقبلة، والراجل بصراحة مشرفنا بشكل كبير جدا، نتمنى له كل التوفيق الفترة الجاية. طيب خلينا نروح نشوف أهم ما كتب في السوشيال ميديا. طيب نبتدي بالفنان نبيل الحلفاوي، كتب على تويتر: دخلت منذ قليل على المنشنز فوجئت بشبه مظاهره في عشق الاهلي ودعمه تحتل صفحاته، بحيث بات من المستحيل اعاده نشر كل الكلام الراء الذي قراته. عاش جمهور الاهلي عظيم، صانع تاريخه وبطولاته وانتصاراته وسر هيبته وقوته ومكانته.
كتبت الفنانة ندى باسيوني المعروفة بأهلاويتها على صفحتها على تويتر: أنا عمري ما هقدر أنسى أي ذكرى كانت معاه، المحنة أخرها فرحة وبنتعلم الحياة في الشدة، أنا برضو ظهره، أنا ليه درع الأمان. كمان كتب الشاعر أيمن بهجة قمر على تويتر: أهلاوي ودمي حامي، هتكلم واسمعه، اختلفت الأسامي والأهلي في موقعه، بطولة إيه اللي ممكن يخسرها، توقعه هنعمل اللي ممكن وعلمنا هنرفعه، فتح عينك وفوق وبص على الفروق، الأهلي عالي فوق، أهلاوي ومهما يحصل للموت هشجعه، للموت هتبدعه. يعني الراجل بصراحة كتب يعني شعر حلو جدا في النادي الأهلي، وده وقت ظهور الناس أو وقت مساندة كل الفنانين والشخصيات العامة وكمان الجماهير قبل أي حد إن هم يساندوا الفريق في فترة صعبة زي دي. نكمل مع أحمد حجازي المحترف في ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحرز هدف امبارح وساهم في فوز فريقه على سوانزي سيتي بنتيجة 2-1 في دوري الدرجة الأولى، ونشر صورة بعد الماتش على انستجرام وكتب 3 نقاط على الطريق، سعيد جدا بالهدف. نشر عمرو ورده صوره امبارح على تويتر من تدريبات فريقه باوك استعدادا لمباراه تشيلسي بالدوري الاوروبي النهارده، وكتب جاهز لمباراه الغد. اما علي غزال فنشر صوره وفيديو على الانستجرام من الاجازه اللي كان بيقضيها في اسوان، وكتب اخر يوم في بلادي اسوان، بدايه زيارات كتير قادمه ان شاء الله، احسن استقبال وحب وجدعنه. تعالوا نشوف الفيديو. لعيب مميز على فكره علي غزال، واعتقد هو هيكون اضافه بالنسبه للمنتخب الوطني، خصوصا ان مستر اجيري بيعتمد عليه وبيضم المعسكرات خلال الفتره الاخيره. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. نشرت كمان نور الشربيني بطله السكواش صوره على تويتر اثناء تسلمها هي ومنتخب السيدات وسام الجمهوريه، وكتبت: الحمد لله حصولي منذ قليل على وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى، انا وفريق منتخب مصر للسيدات السكواش، شكرا مصر. وعالميا احتفل نادي برشلونه الاسباني النهارده بمرور 119 سنه على انشاء، ونشرت الصفحه الرسميه للنادي الكتالوني على تويتر فيديو قصير بالمناسبه دي، وكتبت: اليوم نحتفل بالذكرى ال 119 لتاسيس نادي برشلونه، 119 عاما من العمل الدؤوب، 119 عاما من الطموح، 119 عاما من القيم، 119 عاما من الجهد، 119. نكمل اخبارنا، وهاري كين طبعا نجم كبير جدا في توتنهام واحد النجوم الكبار بالنسبه للمنتخب الانجليزي، ونشر صوره على تويتر من ماتش فريقه مع انتر ميلان دوري ابطال اوروبا واللي انتهى بفوز سبيرز بنتيجه 1-0، وكتب: فوز كبير، نحن بحاجه لاداء اكبر، واحد من اجل تصدر المجموعه. ونشر إريك لاميلا صوره على انستغرام من الماتش وكتب: اداء قوي من الفريق وما زلنا على قيد الحياه. كمان نشر دالي ألي لاعب توتنهام صورة على انستجرام من الماتش وكتب: هي دي روح الفريق. ونشر موسى سيسوكو لاعب سبيرز صورة على تويتر من الماتش وكتب: فوز مهم جدا الليلة من أجل التأهل للجولة التالية، نشكركم على تلك الأجواء الرائعة. أما كارلو أنشلوتي مدرب نادي نابولي الإيطالي فنشر صورة على تويتر من مباراة فريقه مع ريد ستار بيلغراد في دوري الأبطال واللي انتهى بفوز نابولي بنتيجة 3-1، وكتب: عمل ممتاز من الفريق، أحسنتم. ونشر الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد فيديو على تويتر وهو بيربط لطفل رباط حذائه قبل أن يقدم مباراة كبيرة جدا جدا امبارح أمام فريق ليفربول، رغم أن الراجل ما كانش جاهز وكان عنده إصابة كده خفيفة في العضلة الضمة. نشر نيمار صورة على انستجرام لاحتفاله بالهدف اللي أحرز في ليفربول في المباراة اللي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، وكتب: تهانينا للفريق، يا لها من مباراة ويا لها من روح، فخور جدا. نشر بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان صورة على انستغرام لاحتفال اللاعبين بعد الماتش وكتب: انتصار صعب، خطوة إلى الأمام لتعزيز هذا المشروع، هذا الفريق، هذه المجموعة، هذا هو الدرس الأكبر بالنسبة لنا. كمان كافاني نشر صورة على انستغرام من الماتش وكتب: خطوة جيدة للفريق الليلة لنستمر في الكفاح.
أما صفحة في الجول على تويتر فنشرت صورة للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو من مدرجات مباراة باريس سان جيرمان وليفربول، وكتبت: ليوناردو دي كابريو كان حاضرا في ملعب بارك دي برانس لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول. ونشرت الصفحة الرسمية ليفربول على تويتر صورة نتيجة اللقاء وكتبت: هزيمة تجعل مباراة الجولة الأخيرة في أنفيلد مصيرية. اما صفحه الفيفا على تويتر فنشرت صوره لميسي وهو بيحتفل بهدفه في شباك اندهوفن، كان هدف رائع بصراحه جدا، وقال طبعا في دوري الابطال الهدف ده كان في دوري الابطال وبرشلونه قدرت ان هي تفوز بنتيجه 2-1. ليونيل ميسي سجل هدفه رقم 106 في دوري ابطال اوروبا وانفرد بالمركز الاول كافضل هداف لنفس النادي في تاريخ البطوله، كان يشارك نفس المركز مع كريستيانو رونالدو اللي جاب 105 هدف مع ريال مدريد، ميسي جاب 106 مع برشلونه. كمان نشرت صفحه بليتشر فوتبول على تويتر صوره لميسي ونص وجهه انسان الي وكتب: لقد عاد ميسي. وكتب النجم الانجليزي مايكل اوين على تويتر: كلمتي هي ان ميسي احرز هدفا اخر يتحدى اي اعتقاد. وكتب امريكان لاعب يوفنتوس على تويتر: بعد عودته للمشاركه في التدريبات بعد تعافيه من الاصابه سعيد بالعوده للفريق، شكرا لكل الجماهير على دعمهم طوال فتره التعافي. واحتفل توني كروس لاعب ريال مدريد بوصول عدد متابعيه على الانستغرام ل 20 مليون متابع وكتب: 20 مليون متابع يا له من رقم عظيم، شكرا جزيلا على دعمكم الكبير، اذا فزنا او لم نفعل ذلك اشعر دائما بانكم معنا سواء في ريال مدريد او منتخب المانيا. واخيرا نشرت صفحه 433 فيديو لاحتفالات لاعبي ترابزون سبور التركي بالفوز الاخير على فنربخشة النادي الاخر، و يعني شغف كبير جدا بالنسبه لجمهور كره القدم وبالنسبه كمان للاعبين، واحتفال مميز من لاعبي ترابزون سبورت بعد فوزهم على فريق فنربخشة. بعد فاصل ان شاء الله هنستضيف زميلنا العزيز عمر البنوبي الناقد الرياضي بوابه الاخبار عشان نتكلم في العديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه بعد فاصل. مرحبا معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. دلوقتي ميعاد الفقره الاخيره في حلقه كلام في الميديا النهارده، بينضم لي في هذه اللحظات طبعا صديقي العزيز استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابه اخبار اليوم. نورنا يا استاذ عمر. ده نورك يا امير، وبابا مبسوط اني لما اكون موجود. انا اسعد اكيد. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. طيب نبتدي كلامنا في ملفات كتير عايزين نتكلم عليها، لكن طبيعي خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. شايف الفترة دي بالنسبة للنادي الأهلي إخفاقات متتالية، الأمور يعني مش ماشية بالشكل اللي بيتمناه جمهور النادي الأهلي واللي متعود عليه جمهور النادي الأهلي. من وجهة نظرك يتم تدارك الموقف بالنسبة للنادي الأهلي الفترة دي إزاي؟ هيتم تدارك الموقف من الداخل دايما، يعني طوال تاريخ النادي الأهلي وعلى مدار مجالس إدارات متعاقبة كان فيها رموز كبار على رأس المجلس وبيكمل المسيرة دي الكابتن محمود الخطيب ورمز وأسطورة للكرة المصرية وليس النادي الأهلي فقط. طبعا. أعتقد أنه الأمور أبسط مما تصورها السوشيال ميديا، يعني بما أننا في برنامج معني جدا بالسوشيال ميديا وبالإعلام الحديث اللي بنشوفه دلوقتي. لو كانت السوشيال ميديا موجودة في من 2000 ل 2003 أعتقد كنا شفنا حاجات غريبة غير فترة الواقع اللي شفناها. بالضبط. وبالتالي أنا شايف انه الحل بيبتدي من جوه، بيبتدي من جوه مجلس اداره النادي الاهلي وعلى طاوله مجلس اداره النادي الاهلي وداخل اروقه جهاز الكره في النادي الاهلي فيما يتعلق بملف كره القدم والنتائج السلبيه اللي كانت اتحققت للفريق. طبعا. بدايه من خساره لقب دوري ابطال افريقيا اللي كان في المتناول ولحد الموقف الصعب في الدوري في الوقت الحالي، ولو انه انا مش بحب التهويل، انا شايف انه انا خسرت 3 نقط، احط الامور في نصابها، انا خسرت 3 نقط، عندي قصور فني في بعض المراكز. الحل يبتدي منين؟ الحل بداه الكابتن محمود الخطيب ومعاه مجلس اداره النادي الاهلي المحترم في الفتره اللي فاتت، بانه رقم واحد اسند اداره ملف الكوره او اعاده الهيكله او الترشيحات لمين يعمل في ملف الكوره للكابتن سيد عبد الحفيظ. هو خبره اداريه تكونت داخل النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي، وبالتالي في ثقه كامله في قدراته على انه يعيد ترتيب المشهد داخل قطاع كره القدم في النادي الاهلي. اعتقد انه كابتن محمود الخطيب اعلن بشكل رسمي ان هو بيتصدى لملف التعاقد مع المدير الفني الجديد. بالزبط. وبالتالي كل الامور ماشيه في نصابها السليم. اعتقد انه مع بعض الصبر، مش بقول انه عدم الانتقاد، على فكره الانتقاد صحي جدا، لانه انا لما اكون ماشي بعض الاوقات بيبقى مطلوب الانتقاد، هستنى انه اللي بيحبني اللي هو جمهور النادي الاهلي يقول لي لا
احنا النهارده كده في غلط وبالتالي انا ببتدي اشتغل عليه واصلحه وهو ده اللي حصل بالظبط. فانا شايف انه شويه صبر على شغل مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لترتيب الاوضاع داخل قطاع الكره في النادي الاهلي. ومفيش حاجه بتتغير في يوم وليله برضو يعني اكيد الموضوع هياخد وقت وان شاء الله النادي الاهلي يرجع للانتصارات بشكل طبيعي. اهم الاشياء اللي لازم يتم تواجدها خلال المرحله القصيره المقبله لان جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز اصلاح سريع. ايه النقاط اللي ممكن نحط ايدينا عليها علشان النادي الاهلي يعود سريعا بالشكل المطلوب؟ انا اعتقد انه كنقاط سريعه او كحلول قصيره المدى وجود المدير الفني المؤقت او الجهاز الفني المؤقت اللي موجود في الوقت الحالي بقياده كابتن محمد يوسف هو واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد له خبره كبيره وراجل حقق بطوله افريقيا قبل كده، فاعتقد ان هو موجود هيعيد تنظيم الامور داخل فريق الكوره، كان موجود الفتره اللي فاتت فهو عارف كل شيء. اعتقد انه كمان خلال يومين او ثلاثه بالكثير هيكون في قرارات جديده اللي هي بالاتفاق بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب فيما يخص قطاع الكوره واعلان المدير الفني بالزبط. الجديد هو الاهم انه اعطاء المساحه للجهاز الموجود انه يشتغل والتعاقد مع مدير فني جديد ويكون بيتابع الفريق في الوقت الحالي، وحسب معلوماتي انه ده يعني بيتم انه في متابعه كامله للفريق علشان يبقى جاهز انه يتولى المسؤوليه مباشره، لانه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ممثلا في امين الصندوق المهندس خالد الدرندلي اعلن انه ملف التعاقد مع مدير فني اجنبي هو اولويه عاجله لمجلس اداره النادي. ده مهم جدا بالظبط. فبالتالي التعاقد مع المدير الفني الجديد لانه انت عندك مساحه قبل بطوله افريقيا اللي جايه ضيقه جدا الوقت يعني مفيش وقت. بالتالي لازم المدرب يجي ويتحمل مسؤولياته فورا وهيكون معاه اللي يساعده، بمعنى مفيش مدرب بيجي بمعنى مش هقول كلمه بالدارج على عماه، لا هو جاي عارف النادي الاهلي كويس، متابع فريق الكوره، معاه موجود الكابتن محمد يوسف والجهاز المؤقت، لما يطلب منهم تقرير فني عن المرحله اللي فاتت هيكون موجود، لو طلب تقرير من كارتيرون فهو بالتاكيد موجود، وتقرير فني لكارتيرون اكيد موجود عند قطاع الكوره في النادي الاهلي. وبالتالي هي مساله في وجود مؤسسه زي النادي الاهلي الامور مش صعبه، مش زي ما الناس متخيله ان الموضوع معضله، بالعكس احنا بس هي الفكره في تدعيمات شهر يناير، هو ده الملف بقى اللي ده بعيد المدى بالزبط. يعني رغم ان شهر يناير ده بعد شهر خلاص لكن في النهايه هو بعيد المدى، بمعنى انه في اكيد ملفات النادي الاهلي اشتغل عليها فيما يخص اللاعبين والتعاقدات الجديده لن تحسم ولن تعلن الا في وقتها المناسب. بالظبط ده حقيقي، خصوصا انت الشهر ده عندك كمان تحديات كبيره جدا، مباريات كتير كمان بالظبط. وبالتالي ما ينفعش ان انا اجي اتكلم دلوقتي واقول الاوضاع صعبه، اوريدي الاوضاع صعبه لكن في النهايه في شغل بيتعمل علشان نتلافى انه يحصل اي دروب تاني في الفتره اللي جايه. البعض بيتكلم بيقول لك ان لو النادي الاهلي ما قدرش نجيب مدير فني باسم جيد وبقدرات جيده يبقى الافضل ان احنا نجيب مدير فني وطني مش اجنبي، لو مش هتجيب اجنبي اسم كبير وحد يكون يفرق بسرعه مع الفريق يبقى الاتجاه يبقى المدرب الوطني، رايك ايه في الجزئيه دي؟ لا انا شايف انه لو الاتجاه للمدرب الوطني فالكابتن محمد يوسف هو افضل مدرب وطني موجود، يعني واحد من ابناء النادي. هو وجهه نظرك انت اجنبي ولا وطني؟ انا وجهه نظري انه الاجنبي للنادي الاهلي افضل، على مدار التاريخ ثابت انه الاجنبي افضل، لو رجعنا من اول تيت كوتش وهيديكوتي ومانويل جوزيه وديكسي وراينر سوبل وفايتسا كل دول المدربين. هو البعض بيتكلم بحس ان الفتره دي انت في نص موسم في ضغط مباريات، المدير الفني اللي جاي ممكن ما يكونش يعني ملم جدا بالامور، هيكون في مساعدات طبعا من المصريين او من الوطنيين المتواجدين في الجهاز الفني وهيقولوا له كل التقارير زي ما اتكلمنا. من هنا جايه فكره ان ممكن يكون في مدرب وطني، ليه لا؟ لو الامور ما مشيتش بالشكل المطلوب من يعني ما جاش المدير الفني المطلوب بالنسبه للمجلس الاداري. لا انا لا اعتقد لسبب، لانه التعاقد مع مدير فني اجنبي في الوقت الحالي زي ما قلت لك هو مش بيجي على عماه في نفس الوقت. اذا ما كنتش هتجيب مدير فني اجنبي قادر على انه يدخل ويقتحم قطاع الكوره في النادي الاهلي من اول فرق الناشئين ويبص عليهم ويتابع الفريق الاول في مرحله صعبه ويقود في بطوله افريقيا والدوري، فاعتقد انه ما يجيش يبقى يكمل كابتن محمد يوسف. بالظبط بالظبط. فبالتالي انه لا الاجنبي اللي جاي هيبقى عنده القدره على انه يتعامل مباشره في ملف كره القدم في النادي الاهلي. شيء مؤكد ان شاء الله، ده شيء مهم جدا. طيب خلينا نتكلم فنيا شويه على النادي الاهلي وبتحديد المباراه الاخيره امام المقاولون العرب، شفت المباراه ازاي؟ ورايك ايه في اداء النادي الاهلي على مدار ال 90 دقيقه؟ انا شايف انه احنا يعني فقدنا روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت واللي كانت بتميز نادي الاهلي وكانت بتديله دايما افضليه ويبقى سابق بخطوه جوه كل مباراه بيبداها. انت دايما طالما انت النادي الاهلي
شايل شعار نادي الاهلي، تنزل الملعب وانت متفوق نفسيا على المنافس اللي قدامك. بالزبط. اعتقد ان احنا فقدنا دي في مباراه المقاولين العرب. او المقاولون العرب كمان يعني كان عنده طموح ودافع انه يستغل الفتره اللي فيها ضغط كبير وتراجع في اداء اللاعبين في النادي الاهلي. اعتقد انه في لعيبه ما كانتش بتأدي بالشكل المأمول والمتوقع منها، وفي لعيبه تانية اجتهدت وحاولت انها تقدم حاجه. زي يعني قلنا كريم نيدفيد ادى بشكل كويس، ما مش دايما يتظلم، لان انا ضد نغمه ظلم لعيب على اساس السوشيال ميديا. يعني مروان محسن صح. ممكن مثلا ما يكونش بيسجل اهداف كتير، لكن هو مفيد فنيا بالنسبه للمدرب، والا مش معقول مدربه في النادي بيلعبه ومدربه في المنتخب بيلعبه. يعني اكيد اكيد لو واحد بيجامل التاني مش هيجامل. صح. فبالتالي هي دايما الرؤيه الفنيه للمدير الفني بتبقى مختلفه. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه صلاح محسن سوء توفيق انه يحصل له اصابه، لانه كنت اتمنى كمان انه يكون موجود، لانه عنصر شاب ومفيد جدا فنيا للنادي الاهلي. اعتقد كمان محمد شريف محتاج انه يدوس على نفسه اكتر، لانه هو اثبت وقدم للناس انه عنده حاجه يقدمها. صح. انه في الملعب فنيا ممكن يصنع الفارق للنادي الاهلي. فاعتقد انه برده محتاج شويه يعني يطور في ادائه، هيكون مفيد. شريف اكرامي دايما عودته بتبقى مكسب، انا دايما بشوف ان عوده شريف اكرامي لتشكيل النادي الاهلي مكسب، يعني معاه سواء هو او محمد الشناوي او علي لطفي، الثلاثه حراس على مستوى محترم. فبرغم الهدف اللي هو ما يتحملوش لانه كان خطا دفاعي. صح. لكن في ممكن يكون في علامه استفهام على اداء الدفاع، محتاج تطوير شويه. سببها ايه طيب؟ ليه الدفاع؟ يعني خلينا نفتكر مع بعض كده بدايه الموسم مع مستر باتريس كارترون، النادي الاهلي في 9 مباريات دخل في مرماه هدف واحد بس من الاسماعيلي في اول ماتش، بعد كده قعدت فتره ما بتدخلش فيك اهداف. ايه الدروب اللي حصل لخط الدفاع ده؟ ممكن يكون سببه ايه من وجهه نظرك؟ انا رايي انه اللياقه الذهنيه للاعيبه الدفاع مش مكتمله. اللياقه الذهنيه لانه الكرات اللي تسببت في دخول اهداف لمرمى النادي الاهلي كانت كرات فيها شويه عدم تركيز. عدم التركيز ده جاي من ضغط المباريات رقم واحد، جاي من الضغوط الجماهيريه رقم اتنين، جاي من كثره الانتقادات وفي مرحله عدم الاستقرار الفني المؤقته اللي احنا فيها دلوقتي. بالظبط. لانه طبيعي في جهاز فني خرج، في مدير فني جديد بيتعامل برؤيته هو الشخصيه، وده كابتن محمد يوسف، وراجل مدرب واخد افريقيا قبل كده مع النادي الاهلي. وبالتالي لازم هتلاقي الدروب ده، لان ضغط مباريات مع تراجع النتائج مع ضغوط كتير جدا من الجماهير، لانه سعد سمير في وقت من الاوقات كانت كل الناس بتشيد بيه. صح. سليف كوليبالي في وقت من الاوقات. صح. لما جه كانت كل الناس بتشيد بيه، ما ينفعش تنقلب عليهم فجاه، لازم تشوف الغلط فين. يعني هو دايما الحل مش انك تذبح، لا. اكيد لا، اكيد في اسباب، الاسباب دي اذا عولجت هتلاقي الامور ماشيه كويس وهتلاقي المستوى ارتفع مره ثانيه ان شاء الله. اكيد نتمنى كل التوفيق وان الامور تمشي بالشكل المطلوب بالنسبه للنادي الاهلي، وواحده واحده كده المستوى ان شاء الله هيرجع بالنسبه للاعبين. وزي ما انت قلت كده، يعني اللاعبين دي مع بدايه الموسم كانوا متالقين، ومنهم سليف كلوبالي، الراجل كان ماشي بشكل كويس جدا وكان احد الاسباب في تاهل النادي الاهلي لادوار بعيده في بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب خلينا نتكلم عن الصفقات. الجمهور دايما بيهتم بالجزئيه دي، خلاص انت ناقص 30 يوم على شهر يناير وتقدر تقيد بعض اللاعبين في فتره الانتقالات الشتويه. الصفقات توقعاتك ليها ايه؟ او انت لو عندك معلومات مثلا، الجمهور دايما بيبقى مستني معلومات خاصه بالصفقات. يمكن النادي الاهلي صعب تاخد منه معلومه. دي حقيقه. يعني صعب تحديدا في مساله المفاوضات، بس بيبقى في دايما اجتهاد ان انت يعني اي حد في الوسط بيحاول يجيب ان ده خلاص قرب يروح النادي الاهلي، ده خلص. اكيد، لكن هقول لك انه دايما اللاعب المرشح للنادي الاهلي بيكون هو افضل لاعب في مركزه وفي فريقه. اكيد. يعني خلينا متفقين على ده. لو شفنا بنشوف الجماهير بتتكلم على طاهر محمد طاهر في المقاولين العرب، بنشوف كلام على مثلا لاعبين من النادي الاسماعيلي، لاعبين من انديه اخرى، ان دول لاعبين واعدين في محمد محمود فؤاد دجله. يمكن وكيله الكابتن نادر شوقي صرح في وقت سابق وقال انه فعلا في اهتمام من النادي الاهلي وانه قريب من النادي الاهلي. وانا اعتقد كمان ان العلاقه يعني بين الاهلي وبين نادر شوقي جيده جدا، لانه هو راجل اهلاوي، فدايما علاقته بالنادي الاهلي قويه. اعتقد كمان انه محمد محمود بيأدي بشكل جيد سواء مع وادي دجله او مع منتخب مصر. فاعتقد ان هم دول الاسماء اللي هي الافضل في انديتها، هي الاقرب للانضمام للنادي الاهلي. لكن ملف الصفقات ملف مختلف شويه، لازم يدار برؤيه، لانه في مدير فني جديد جاي ولازم هيكون له احتياجات ولازم هيكون له تعليقات على الاسماء. واعتقد انه الاهلي لن يحسم اي صفقه قبل التعاقد مع المدير الفني. ده شيء مهم جدا اكيد. طيب خلينا نروح لملف اخر وهو المنتخب الوطني، ويعني كان معانا خبر خاص بسلجادو في انقسام في اتحاد الكره بسبب سلجادو ودوره بالظبط مش واضح. عندك تعليق عن الجزئيه دي بالتحديد؟ بالتاكيد. يعني خلينا عشان نتكلم عن النقطه دي لازم نرجع شويه
ازاي سلجادو اصبح له هذه القوه داخل اتحاد الكره ومنتخب مصر؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ نقول للجماهير كده شويه كواليس في البدايه بعد النتائج المخيبه لمنتخب مصر في نهائيات كاس العالم في روسيا والخروج بدون تحقيق اي نقطه وثلاث هزائم. اتحاد الكوره كان بيدور على مدير فني. تمام. في الادوار النهائيه لكاس العالم كان موجود المهندس هاني بوريده في روسيا باعتباره عضو مجلس الفيفا، وكان موجود احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره هناك. قابلوا سلجادو في الفيفا زون في وقت من الاوقات، فاتكلموا مع سلجادو. سلجادو له علاقات هنا في مصر، وهو راجل بيزنس مان، راجل عنده اكاديميه كوره في دبي وعنده هنا مشاريع خاصه، وبالتالي هو مش متفرغ لكره القدم فنيا اصلا. تمام. فهم قابلوه اتكلموا معاه، فقال لهم جمل بسيطه كده: انتوا عايزين تكسبوا من غير ما تجتهدوا كتير واعتمدتوا على محمد صلاح بس، والاداء ما كانش كويس. فهم حسوا انه سلجادو والله ملم بالكوره في مصر شويه وفاهم. طب اتكلموا في ترشيحات المدرب، سالوه: تعرف خافيير اجيري؟ فهو قال لهم: اعرفه، موجود هنا. قال له: طب كلمه، عايزين نقابله. من هنا بدات العلاقه، من هنا قعد مسؤول اتحاد الكوره مع خافيير اجيري، ومن هنا بدات المفاوضات. وكان معاهم صديق ليهم، هو وكيل لاعبين متواجد في المعسكرات بتاعه منتخب مصر بشكل دائم، والحكايه الحقيقه نشرتها على بوابه اخبار اليوم، سببت في رد فعل كبير. يمكن في اتحاد الكوره قالوا لي: عندك حق، وكلهم رفضوا فكره انه ما ينفعش يكون في وكيل لاعبين قاعد في المعسكر مع منتخب مصر ومع اللعيبه ويظهر في الصور طول الوقت، يعني موقفها مش لطيف، وخصوصا ان هو اعلن انه وكيل اجري وفي نفس الوقت اتحاد الكوره بينفي. طب الراجل بيعلن انه وكيل اجري وانتوا بتنفوا، طب هو وكيله ولا مش وكيله؟ بالظبط كده. فبالتالي سلجادو كان له يعني كان طرف في استقرار اتحاد الكوره على اجري كمدير فني لمنتخب مصر. بعد كده فوجئنا انه بيقال ان سلجادو هيبقى مدرب معاون جوه جهاز اجري، لكن اكتشفنا انه اتعمل له وضعيه خاصه لاول مره بنشوفها في مصر. يعني قد تكون موجوده بره، ممكن تكون في بعض المنتخبات بتعملها، لكن انا ما اعتقدش. تيري اونري كان مع بلجيكا كان بيدرب المهاجمين بس، لكن في النهايه كان متواجد. كان متواجد دايما، لكن فكره ان انا مدرب بيجي المعسكر ويمشي مش منطقيه. وبعدين جاب ولاده ليله ماتش مصر وتونس الولدين، وتصوروا مع اللعيبه في المعسكر، وتاني يوم بعد الماتش برضو جوه غرف خلع الملابس ويتصوروا مع اللعيبه. يعني برضو ما اعرفش، مش يعني لو الساده المشاهدين شايفين ان ده عادي، انا ما اعتقدش انه عادي بصراحه. يعني ولابد اتحاد الكره يوضح لنا. انا لما اتكلمت مع المهندس ايهاب الهيطه، وهو مدير المنتخب والمسؤول عن انضباط المعسكر، قال لي: لا بالفعل هو فعلا ولاد سلجادو كانوا موجودين، لكن جم ليله المعسكر اتصوروا مع اللعيبه، واتصوروا بعد كده مع اللعيبه في اوض خلع الملابس بعد ماتش مصر وتونس في حضور وزير الشباب والرياضه واعضاء اتحاد الكره اثناء تهنئه المنتخب بالفوز، وانه هو بالفعل فتح الملف ده مع اتحاد الكوره لحسمه، لانه ما بقاش مردوده ايجابي بالنسبه للناس، هو مدي صوره سلبيه. بالظبط، دي حقيقه، انه الوضع غريب. وبالتالي من اللي احنا بنحكيه ده كله نخلص الى انه وضعيه سلجادو هي نفسها وضعيه وكيل اجيري، احنا مش فاهمين الموضوع ماشي ازاي. ويا ريت اتحاد الكره يحسم لنا الامور، هل هو سلجادو هيظل مستشار يجي على المعسكر ويمشي بعد كده، ولا هم عندهم يعني يقولوا لنا ايه الجوب ديسكريبشن بتاع سلجادو؟ بالظبط، ده احنا محتاجينه بصراحه، لان الراجل كمان بيتفاوض مع لاعبي المنتخب ان هم. انا الحقيقه المعلومه دي لا، المعلومه دي انا بقولها لك بصراحه، يعني دي انا متاكد منها، انه يكون بيتكلم في مفاوضات مع لاعبي الانديه المصريه داخل معسكر منتخب مصر، وهو ليست وظيفته امر غير مقبول. حتى لو مش داخل المعسكر يا عمر، حتى لو مش داخل المعسكر بيتواصل معاهم، بيتواصل معاهم. انا اعتقد انه لو في مفاوضات مع لاعبين بتتم عن طريق ميشيل سلجادو، لابد انه يكون في وقفه معاه من اتحاد الكوره، لانه ده بينذر بعواقب وخيمه اذا استمر الوضع على ما هو عليه. طيب نقفل قصه سلجادو بس نتكلم عن المنتخب. رايك ايه في المنتخب في ظل تولي مستر اجيري؟ الراجل لعب اربع مباريات فاز فيهم كلهم بما فيهم مباراه تونس اللي كانت تعتبر اصعب مباراه. البدايه جيده ولا لسه ما نقدرش نقيم الراجل دلوقتي؟ لا طبعا يتقيم دلوقتي. الراجل كان عنده اربع مباريات، كسب الاربع مباريات، حصد 12 نقطه، صعد بمنتخب مصر الى نهائيات كاس الامم الافريقيه في مجموعه متواضعه. لكن في النهايه يحسب له انه حقق حاجه مع منتخب مصر، وكمان رد فعل الجمهور عليه كان ايجابي شويه، عكس مستر كوبر اللي كان دايما فيه انتقادات لطريقته الدفاعيه البحته. اعتقد انه خافيير اجيري اعطى فرصه لبعض اللعيبه الشباب في تشكيل منتخب مصر، لكن
بحجه النزول بمعدل الاعمار ظلم بعض اللاعبين وعلى راسهم وليد سليمان طبعا في النادي الاهلي، على راسهم احمد علي كامل في المقاولين العرب. الراجل بس هو الراجل انضم للمعسكر قبل الاخير بالتحديد، كان مصاب يعني كان مصاب بالفعل، وهم حرصا على معنوياته بحسب كلام بيني وبين كابتن هاني رمزي قال لي احنا عرفنا انه اصيب لكن كان لازم نضمه علشان ندي رساله لباقي اللاعبين ان اللي بيجتهد مع فريقه في الدوري هيكون له فرصه مع منتخب مصر. فاعتقد انه الراجل الى حد ما بيحاول يبني جيل لان هو عقده 4 سنين، هو عقده لحد بالظبط كاس العالم 2022 وبالتالي هو ده الهدف بعيد المدى، لكن هدفه القريب هو امم افريقيا 2019 واحنا وصلنا للنهائي في 2017 في الجابون مع مستر كوبر، وبالتالي مطالب خافير اجيري بانه يصعد الى النهائي على الاقل. تمام. لان هو تقريبا الجيل اللي موجود هو نفس الجيل بل في مواهب جديده اضيفت بالزبط. عليه زي باهر المحمدي من الاسماعيلي، محمد محمود من وادي دجله. لكن في نقطه مهمه يا امير، فكره ان انت تتعاقد مع مدير فني حواليه شبهات بانه متهم في قضيه تلاعب بنتائج المباريات في الدوري الاسباني والقضيه مفتوحه حتى الان وفقا لكل وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالميه. يعني اتحاد الكره ما بحبش فكره انه دايما يضلل الجمهور بانه ينفي اي حاجه، لا هي القضيه مفتوحه وخفير اجري عارف ان القضيه مفتوحه ومتهم فيها 41 شخص منهم لعيبه فريق اوريال ساراكوستا في 2011 كانت مباراه ليفانتي وكانت على الهبوط. واعتقد انه اذا ادين هتبقى ورطه لاتحاد الكوره، هتتصرف ازاي؟ بالظبط هي دي نقطة مهمة جدا هنرجع نتكلم فيها، بس نروح لفاصل سريع ونرجع نواصل حوارنا الشيق والممتع مع أستاذ عمر بنو. رجعنا لكم من جديد ولسه معايا استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي بوابة اكبر اليوم. كنا بنتكلم على اجيري وكان عندك تعليق كده على القصه والقضيه بتاعته في اسبانيا. بالتاكيد يعني انا السؤال اللي لازم يتوجه لاداره مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه المهندس هاني بوريدا، ايه هيكون التصرف مع اجيري لو ثبتت ادانته في القضيه المطروحه ومفتوحه لحد دلوقتي؟ طب انا ليه الجا اصلا يعني ليه الجا في حاجه مشكوك فيها؟ ليه الجا لمدرب يعني في كلام عليه؟ يعني ممكن من قله المدربين على مستوى العالم يعني واضح ان الاختيارات محدوده عندنا فالموضوع بقى صعب. طيب يعني عامه يعني اكيد نتمنى لاتحاد الكوره ونتمنى للمستر اجيري بالتحديد ان شاء الله التوفيق وان الراجل ما يكونش مدان في القصه بتاعته في اسبانيا والامور تمشي كويس، لان الاهم بالنسبه لنا دايما ان المنتخب يفضل متفوق بشكل جيد. طب بالمناسبه مستر اجيري الطريقه بتاعته بطريقه هجوميه شويه، لكن البعض اتكلم قال ان الطريقه هجوميه لكن دفاعيا في مشاكل بالنسبه لمنتخب مصر. هل بمعنى ان مستر هيكتور كوبر كان بيلعب دفاعيا بس وكان المصريين كلهم متضايقين من القصه دي، ان انا كمدير فني العب هجوميا بس وممكن ده ياثر على الجانب الدفاعي بالنسبه لي؟ رؤيتك للجزئيه دي بتحديدا؟ احنا للاسف ما عندناش حل وسط، يعني يا اما بندافع بس يا اما بنهاجم بس. طبعا منتخب مصر استقبل 3 اهداف مع خافير اجيري، منهم 2 في مباراه واحده اللي هي مباراه تونس اللي هو المنافس اللي شبه قوي لانه كمان ما كانش بكامل صفوفه، وبالتالي لا كان في مشكله في خط الدفاع في التمركز في التركيز، كانت باينه جدا باينه جدا في التمركز كمان وفي قله تركيز كبيره. يعني اعتقد انه كان في كرات الهدف الثاني لتونس لا يعني كان فيها دربكه جامده جوه منطقه الجزاء وفي عدم تركيز من المدافعين. اعتقد انه الاداء الدفاعي ايام مستر هيكتور كوبر لم يكن افضل من اجيري، بل بالعكس هي نفس الاخطاء، اخطاء التمركز، الكرات العرضيه، في كرات من العمق احيانا بيبقى فيها لخبطه بين المدافعين، حتى الارتباك بين حارس المرمى وبين المدافعين في الربط برضه بتحصل وما زالت بتتكرر. فاعتقد انه هجوميا لا في تطوير في الهجوم، الراجل بيبدا 4-4-3 ممكن يلعب 4-2-3-1 ودايما بيركز على الاداء الهجومي، ولو تلاحظ احيانا يحط لعيب ارتكاز زي علي غزال اساسي ويدي فرصه للعيب الارتكاز الثاني انه يتحرك لقدام مش للخلف. وبالتالي هو الراجل عنده نزعه هجوميه باينه في طريقته واعتقد ان هو هيستمر على كده، لكن لابد من تطوير الاداء الدفاعي، يعني وجود الكابتن هاني رمزي واحد من اشهر المدافعين في تاريخ مصر وكمان واحد من افضل المدافعين في الدوري الالماني بالزبط. كان يعني مؤشر ايجابي انه ممكن يحصل تطوير في الاداء الدفاعي لعيبه منتخب مصر. ده شيء مهم. طب حته الدفاع بالنسبه لنا هل دي امكانيات لعيبه ولا الموضوع متوقف على المدير الفني؟ لان برده مش كل حاجه هنقول المدير الفني، لان الاخطاء هي زي ما انت قلت مستر هيكتور كوبر. ده امكانيات لعيبه، امكانيات لعيبه، امكانيات لعيبه. اللعيب المصري بيسرح يعني ممكن في مدربين كتير لما تتكلم معاهم يقول لك اللعيب المصري قبل الماتش يحفظ كويس قوي، ينزل اول 5 دقائق الرصه تمام والترتيب تمام، بعد الخمس دقائق تلاقي مفيش واحد في مكانه وتلاقي كله بيجري ورا الكوره. ده بنشوف الفرق الصغيره
بمستوى اقل مع الفرق الكبيره ومع منتخب مصر، لكن بيحصل انه في فقدان للتركيز وفي سرحان. طب نروح لدوري ابطال اوروبا. طبعا امبارح اول كان مباريات كتيره، الابرز المباريات دي كان مباراه باريس سان جيرمان وليفربول امبارح، وباريس سان جيرمان كسبت 2-1، وفرص ليفربول اكيد اتصعبت شويه في التاهل للادوار المقبله في الشامبيونز ليج. رؤيتك للمباريات بشكل عام، بس خلينا نبتدي باريس سان جيرمان وليفربول. انا شايف انه لا، يعني النتيجه منطقيه شويه، كان باينه من بدايه المباراه ما كانش فيه التفوق اللي احنا شفناه من ليفربول في مباراه المباراه الاولى اللي قدر يحسمها في اللحظات الاخيره على حساب باريس سان جيرمان. اعتقد بالظبط انه يعني كانت باينه جدا. باريس سان جيرمان سيطر على معظم مجريات اللعب طول المباراه، قدر انه يسجل. اعتقد كمان انه يعني عوده نيمار دي فرقت بشكل طبعاً مش طبيعي. يمكن كمان انه الناس كانت ممنيه نفسها انه نيمار في الاصابه في التوقف الدولي انها ممكن هو كان اجهاد بسيط في العضله الضمه تبعده شويه، لكن رجع ورجع كمان اقوى مما كان. يعني من افضل اداء لنيمار مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه كان مباراه ليفربول. اعتقد انه محمد صلاح ما يتخافش عليه، انا شايف انه برده ماشي كويس قوي. حاول واجتهد على قد ما قدر في المباراه اللي فاتت. البعض بيتكلم على محمد صلاح ان الموسم ده ما جابش اهداف في فرق كبيره لحد دلوقتي، هل دي حاجه تقلق خالص؟ انا عايز اقول لك حاجه، يعني مين اللي يجي نمره 3 و4 و5 بعد المحترفين المصريين في السنين اللي فاتت كلها؟ ميدو. اكتر واحد لعب في فرق كبيره في اوروبا طبعا. ميدو مثلا مع اياكس امستردام اللي هي افضل فترات ميدو في الملعب فعلا. لم يسجل اي هدف في الفرق الكبيره. لك ان تتخيل انه لم يسجل في بي اس في ايندهوفن، لم يسجل في فاينورد روتردام. تمام. لكن ما هو كان بيلعب في فرقتين، اكبر فرقتين، لكن اكبر فرقتين المنافسين المباشرين بتوعك انت ما سجلش فيهم. تمام. مع مارسيليا برضو ما سجل في موناكو، بس موناكو ما كانش في افضل حالاته مثلا. لكن محمد صلاح سجل في مختلف الانديه الانجليزيه تقريبا. ده حقيقة. بقيله نادي او اثنين، انا مش فاكر الاحصائيه بالظبط. اعتقد سوانزي سيتي ممكن، بس سوانزي سيتي بدرجه ثانيه هبط دلوقتي. انا اللي اقصده انه لا، محمد صلاح كمان معدل الاداء بتاعه والترمومتر بتاع محمد صلاح مستقر اكتر بكتير من ميدو او من اي لعيب احترف قبله. يعني انا عايز اقول لك ان في لعيبه كتير انطلاقاتها في اوروبا كانت اقوى من محمد صلاح 100 مره. لو اتكلمنا عن حسام حسن، انطلاقته كانت بعد ما خرج من النادي الاهلي على باوك اليوناني، ثم هو كابتن ابراهيم حسن على نيو شاتل زاماكس. واحد جايب سوبر هاتريك في سيلتيك في بطوله اوروبا، والتاني جايب جون في ريال مدريد ما اتكررتش في التاريخ للنهارده. لكن في النهايه رجعوا مصر. ميدو جاب جون تاني. ميدو جاب جون في ريال مدريد، لكن كان خسران، كان ماتش مارسيليا وريال مدريد بالزبط. خسر 2-1، كان رونالدو وراؤول سجلوا لريال مدريد. وبالتالي لا، انطلاقه محمد صلاح ما كانتش بالاقوى، لكن هو الاكثر استمراريه، وهو الاكثر حفاظا على مستواه، والاكثر تقدما كمان في العقليه، لانه ما كانش فيه. لكن تتخيل لعيبه حسام غالي، ميدو، ابراهيم حسام، كلهم نجوم كبار. الفارق ان في تطور دلوقتي في الكوره وطريقه اداره الكوره في العالم. طيب سريعا، ليفربول شايف الموقف بالنسبه لهم ايه؟ هل هيقدروا يصعدوا الادوار المقبله ولا الامور خلاص كده صعبت، خصوصا ان نابولي عاملين موسم رائع بصراحه؟ لازم يكسب فرق اثنين، وانا الحقيقه مش متخيلها قوي قدام نابولي. اعتقد الموضوع الطريقه الدفاعيه بتاعتهم الموضوع صعب شويه، لو كمان نابولي هجوميا كمان قوي. طب القوة الهجومية بالنسبة لليفربول ممكن في المباراة دي تظهر؟ شفنا انه غير موفق قدام باريس سان جيرمان، وممكن يحصل عدم توفيق مرة تانية قدام فيرمينيو. مؤثر السنة دي مش في مستواه للأسف. طبعا مش في مستواه، ولذلك تلاقي كلوب فرحان له جدا لما يعمل حاجة كويسة، صح لما يسجل هدف، لما ينزل ويبقى أداؤه كويس. تمام. فالموضوع لا صعب المرة دي. طيب يعني في بعض الفرق كتير حسموا خلاص تأهلهم، برشلونة تأهلت، في ناس كتير، ريال مدريد طبعا تأهل، في فرق كتير قدرت إن هي تحسم موقفها. قبل ما نختم عايزين نتكلم على زيارة وفد الأهلي لريال مدريد، ودي كانت مؤخرا من خلال طبعا وفد من النادي الأهلي كان بيضم الأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن محمد فضل، كابتن حسام غالي، الأستاذ أمير توفيق كمان كانوا متواجدين في الزيارة دي. وأعتقد الزيارة دي كانت مهمة، وأنت عندك مفاجآت عايز تقولها. يعني خليني أقول إن أنا عملت حوار مع إيميليو بوتراجينيو نجم أسطورة ريال مدريد والمدير العلاقات المؤسسية حاليا في النادي، وهو كان اللي استقبل وفد النادي الأهلي هناك في مدريد. الحقيقة نختص كلام في الميديا بجزء من الحوار فيما يخص النادي الأهلي، إنه أشاد جدا بالزيارة، وقال إن علاقة ريال مدريد بالأهلي علاقة رائعة بدأت من سنين طويلة، وخصوصا بعد المباراة الودية
الداية اللي حصلت في 2001. اتكلم عن النادي الاهلي باحترام وشديد جدا يعني في التفاصيل اكتر من كده، انه اشاد جدا بمحمد فضل وبحسام غالي وبالمجموعه اللي سافرت في ان هم سالوا في تفاصيل يعني لم يكن يتخيل انه في الاهتمام ده جوه النادي الاهلي بالتفاصيل الدقيقه دي في الشغل، وشايف ان ده مؤشر على انه يبقى في تطوير كتير بالزبط جوه النادي الاهلي في سياسه اداره الكوره. يعني شيء كان مهم جدا استاذ عمر، نورتنا وشرفتنا النهارده واستمتعنا بالحلقه معك. انا بشكرك يا امير دانور. طبعا ده كان لقائنا مع استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي بوابه اخبار اليوم. اكيد كان لقاء مهم جدا في الفقره الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، واتكلمنا في العديد من الامور على الساحه المحليه والعالميه. استنونا حلقه جديده ان شاء الله من كلام في الميديا يوم السبت. الى اللقاء.